عليكم شباب، حياكم الله مرة ثانية. احنا اليوم طالعين تونا مخلصين من كريبو، انا ويا علي اميري ونوح وحسن، رايحين بيربل سويرل اللي في الجفير، فرع الجفير عندهم 4 فروع، والمحل متخصص في الفروزن يوغرت، في الروب المثلج. انا اللي حاب يعرف وين اللوكيشن تبع بيربل سويرل في الجفير، تروح كأنك رايح الفاتح على يسارك، ولما يكون الفاتح على يسارك تيجي شارك الفاتح، تاخذ يسار بحيث ان انت تدخل كأنك رايح الى بوابة مسجد الفاتح. شباب، هاي الاشارة اللي كنا نتحكي عنها، فرايديز على يساركم، او اذا انت جاي من الجهة الثانية فرايديز على يمينك. الاشارة اللي قبل فرايديز تاخذها يسار اذا جاي من هناك، واذا من نفس دربنا تاخذون يمين. عقب ما تلف، مو اول لفة يمين ولا ثاني لفة يمين، ثالث لفة يمين علشان تروح دايركت على المجمع. مجرد ما انت تلف تكمل مع الشارع شوي سيدة، بتشوف بناية مكتوب عليها الاسرة، وبتشوف شعار ستاربكس الشهير، وشعار لون ازرق اللي هو بلو فيلد برجر. اوكي شباب، احنا وصلنا هني. هذه المكان مثل ما قلنا لكم اللي هو الراية مول، الاسرة، في بلو فيلد برجر، سكويرز كوفي شوب، ستاربكس. حسن يوقف قدام المبنى وقت التصوير، والمحل صغير، اتوقع كشك صغير داخل، فخلنا نشوف المحل شلون. هذه ستاربكس، هذه البلو فيلد برجر والاسرة، وهني عندهم فوق اللي هو مطعم السمك. هاي هاو يو دوين. اوكي، فهذه هو المكان اللي هو بيربل سويرل. هلو، هاي هاو ار يو، هاو يو دوين، جود. احنا جايين اوريدي، كنا سالين وخذينا البرميشن نصور، فهذا المكان. All you have is frozen yogurt. We have the frozen yogurt, ice blended drinks, we have cold coffee. So we have like ice blended drinks. We have the bubble tea. Bubble tea? What is bubble tea? Bubble tea is with the boba. With what? With the boba, so it's tapioca. ما اعرف شنو قال. I didn't know what you said. The first time I hear it. It's a bubble tea. It's very popular drink over here. But the famous one is the taro bubble tea. Yeah. Taro bubble tea. So I don't say you did. بن شيكل انا دامه غريب. Can I try one bubble tea? I want to make one bubble tea. Yeah, make. Yeah. Make it. Complete one order, sir. All right. فعنده delivery order، فبيخلص delivery order بعدين بيعطينا. المكان مثل ما نشوف الديسبلاي مالهم صغير، اليوغرت ماشينز برا محطوطين، يعطونك كذي، الشباب كلهم قاعدين يجربون، يعطونك السمول كابس وتقدر تجرب الديفرنت فليفرز. حاليا عندهم 1 2 3 4 5 6 flavors. This is changing flavors or same? Every week يغيرون ال الاوريجينال عندهم دائما موجود، والتارو فليفر هاي دائما ثابت، لكن الباقي الاربعه يغيرونهم اسبوعيا، وهاي السيجنتشر مالهم مثل ما قاعدين. Yeah, I will try. الشباب كلهم اشوفهم قاعد يجربون، واقفين كاتشوشهم مصطفين كذي حق التصوير. اوكي. You can choose any yogurt. After that, you have the toppings. يعني تختار small ولا medium. بعدين you have to. This is by weight or by weight. فحاسب ترى من ال weight. You can choose your own process. تختار التوبينج اللي تبي اللي هو يكون. Fruits. We have dry fruits like almonds, walnuts, Oreo. We have chocolates, different types like Snickers, Twix. Very nice. هذه order علي. يحطونه على الوزن. شو الشوشة هني، ماخذ له كيوي وحركات، مضبط روحه. شنو خذا؟ اي فليفر؟ تارو. شغلة حلوة هني، تشوف انه اتس تايم تو بارتي، عندهم كيترينج حق الحفلات، الظاهر ياخذون بيج اوردرز از ويل. فهذه شغلة وايد حلوة لما يكون عندهم شغلة مثل هذه، انه كيترينج حق يوغرت، حق ايس كريم بيسكلي. علي وهو ياكل لاحظ شغله، شنو هي؟ اللي ان القفاش وايد خفاف، فشوف مستخدم انت الحين قفشتين، قاعد يستخدم قفشتين لان القفشه وايد خفيفه، فهاي يمكن باد بوينت. المفروض اصلا ياخذون هاي القفاش الصغار، يعني هالكبر هاي مال عيش مو مال ايس كريم.
قلنا عندهم من ضمن الاستراتيجي كاتبينه هني select your cup size, swirl it, بعدين select your toppings, weight it and enjoy. فهاي البروسيجر مالهم. لكن في شغلة أشوفها مو efficient enough, إن أنت عشان تأخذ الكبس تيجي هني وين, وهني هي الاند بوينت. يعني انت لما تخلص الاوردر مالك مفروض توصل هني, فمفروض الكابس ما يكون على هالجهه, مفروض يكونون على هالجهه, بحيث ان هالجهه هي نقطه البدايه اللي هو انت تختار الكاب سايز, بعدين تختار الفليفر وتروح حق التوبينج, بعدين تروح حق عقب التوبينج تروح حق الوزن, وعقب الوزن تروح حق البيمنت. فمفروض انه يكون كله سيستماتيك من هناك. لان انتوا بس تخيلوا معاي لو كان الحين انا الحين اوريدي وصلت هني وكاستمر ثاني جاي بياخذ الكب بيقطع علي البروسس. من غير هاي الفرع عندهم فرع في امواج وعندهم في السيف وعندهم في الرفاع, يعني توتال اوف 4 برانشز, 4 فروع. لاحظنا وايد ظلام صراحه هنا. وات از ذس؟ ذس ذا بوبا وي ار بوتينج, ذس تابيوكا. تابيوكا اوكي. نو نو نو, ايل تراي ات ان ذا تي. هاي ما ادري شنو هالمشروب, انا عاده ما احب اجرب اشياء جديده بس يلا عشانكم. بس هني وايد ظلام شوف, لانه ما في صقف فما في ليتات, لكن هم كانوا يقدرون يضيفون هم الليتات. يعني احس لما يكون المكان ظلام شوي يصير باهت المكان. فوصل بابل تي, ثانك يو. وصل الدرينك, خلينا نعطيه اول تيست. اوكي, في طعم مثل طعم بسكوت, في شيء غريب احسه شوي وايد ماي, بس نفس الوقت في مثل نوع كنا مذوبين فيه بسكوت. كنا this one is a taro flavor, we have the regular taro and the green. والشغلات السود اللي روانا في البداية اللي حاطهم, او حاط شيء مثل الاكوا ان على شون. لا it's good, مو ممتاز ممتاز بس اوكي. Okay. It is good. So how much is it? 1.9. Alright, خلينا ندفع ونعطيكم الفاينل ريفيو. هذه انا اوردري اللي هو بابل تي. صراحه انا ما عجبني. يعني ترى يا جماعه احنا اي راي نقوله مو شرط المكان غلط, بالعكس, او مكان مو بزين, هو راينا احنا الشخصي. فحاليا انا هذه مثلا ما يازلي وايد صراحه. دينار 900 عليه احس اوكي كفايه, لان الكميه احسها كافيه كدينار 900. الشباب عجبهم اليوغرت, اليوغرت وايد عجبهم. فانا ما شيكت اليوغرت, بس اللي شيكوه عجبهم وقالوا بيونا مره ثانيه. ف الخيار بيكون لكم, تعالوا انتم جربوا المكان. صراحة تعاملهم كان جدا ممتاز, اخلاقهم حلوة الموظفين, بس تأخروا عليه في الاوردر البسيط. ف يلا تعالوا انتم جربوا المكان وكتبوا لنا في الكومنت عن تجربتكم, وقولوا لنا اذا المكان يسوى ولا ما يسوى.